اياه والله يدير الخير وصافي. الله يدير الخير وصافي. الله يدير شي شيوخ. الله يدير شي تواد. الله يدير شي تواد الخير وصافي. الله يدير شي تواد الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جريدة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر. كنتواجدوا في سوق الخضر والفواكه للجملة بمدينة فاس. فالأثمنة كتختلف ديال الفواكه والخضر من عند واحد لواحد. الأسباب كتختلف أيضا. غادي نخليكم متابعينا مع سي مصطفى تاجر هنا في سوق الخضر والجملة اللي غادي يعطينا يعني الأثمنة ديال الفواكه شحال دايرة والأسباب. غيفصح لينا على الأسباب ديال الغلاء أن الأثمنة هنا بواحد الثمن والغلاء على برا. سي مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام. سي مصطفى كيداير الأمور؟ كلشي بخير الحمد لله. اللهم لك الحمد من كاينة الصحيحة ومازال مازال كنستمروا في هذا الميدان هذا. كنشكرك السي علاء على الاستضافه ديال والقدوم ديالو لسوق الجمله وحزازه النفس ديالو على الساكنه ديال فاس اللي كيشوف هذا الاثمنه الباهظه والقدره الشرائيه للمواطن ما كايناش. كيجي عندنا لسوق الجمله وكيجي كيستفسر الامر من الناس كتجيه واحد الغيره على هذه المدينه هذه. هذا واجب ديالنا. هاد القضية اللي ذكرتي دابا القدرة الشرائية والغلاء فاش جينا لهنا لقينا العكس ديال على برا. برا في الطبالي ولا الخضارة تمام وهنا تمام. سي مصطفى شنو الأسباب ديال هادشي؟ نمشي معاك بلاتي نمشي معاك مثلا مرحبا. العنب شحال داير دابا عندكم هنا؟ بالنسبة للعنب كاين هنا كاين بالأنواع كاين العنب اللي أن الجودة ديال العنب هنا كاع كاينة في سوق الجمله كاينه 100 ريال وحتى وصلت ل 60 ريال 50 ريال. درهم 2 دراهم ونص. 2 دراهم ونص. وواصل ل 5 دراهم. واحسن جوده الجوده العاليه كاينه ب 100 ريال. 100 ريال. اللي بالعكس اللي اسمح لي هنا الخضار اللي كيجي كيدي كيتقدم من هنا كيقتني السلعه من هنايا ما كيقنعش ب 100 ريال في الكيلو. علاش؟ لان ما كاينش الرقابه. ما كاينش باش غادي تحكم في زمام الامور. شحال هذه كانت واحد كما حنا كنقولوا الكيتونس كيعرف باش شرا كيجي المراقب ديال البلديه وكاين الشرطه الاداريه كانت كدور كتجي كتلقى السلعه شراها ب 6 دراهم خصو يدير لها 9 دراهم ما يفوتهاش. دابا كيشري السلعه ب 100 درهم كيبيعها ب 260 كيقهر المواطن كيزيد اكثر من النص كيقهر المواطن وممكن وزيد على ذلك ان الاثمنه اللي كنقول لك انا ديال العنب وديال المنظاري التفاح هادشي الناس شاريه الغلا يا اخي في المحلات ديالهم برا عند الفلاح ومن كتدخل للسوق ما كاينش الاثمنه اللي غتناسب او اللي غادي تواكبوا باش نجي كيف خصو يخلي من جيبو خصو يخلي من جيبو. ماني العنب كاع مشاو ضر واحد الضرر كبير. ماني المنظاري هما غاديين مالي المنظاري مالي البطيخ مالي التفاح مالي كلشي غادي يمشي كلشي غيكون عنده الضرر. لان لو كنت رقابه من الاداره ديال البلديه بواحد الشرطه الاداريه كتراقب هادشي ربما غيكون شي شويه التحسن وربما يكون شويه العطف الخضار يعطف على المواطن. اما ملي كيوصل الخضار كيوصل عنده المواطن كيحيد له الجلد ديالو يا اخي ما عندوش الرحمه والشفقه. كيقول لك هو خصو عند واحد الهامش ديال الربح فوق النصف لان ما كاينش الرقابه. ما كاينش رقابه. واخا الاثمنه ديال مثلا التفاح بحال ديال التفاح. التفاح كاين الجوده الناس شاريه ب 7 ديال الدراهم. 7 دراهم. الجوده وكاين واحد النوع اللي حنا كنقولوا انه الطيوح بمعنى الطيوح انه ما يصلحش للتخزين. كيخرج دابا كيخرج ب 2 دراهم 40 درهم من الصندوق. فيه ديك الضريبات ديال التبروري. كيخرج ب 40 درهم من الصندوق يعني على 2 دراهم. كيمشي كيخوي على البيكوب ديالو كيعيط 6 ديال الدراهم. شنو مشري ب 2 دراهم يبيع ب 6 ديال الدراهم؟ لا يعقل.
وزيد على هذا الشيء انه كاع هذا الشيء نزيدوا على باش المواطن يعرف حنا بهذا المباشر باش المواطن يعرف شنو هو السبب ديال الغلاء. المواطن خاصو سيدي قاطع بزاف ديال الحوايج، خاصو يقاطع شراء ديال العنب ويقاطع شراء ديال التفاح والمنظاري. حنا نستغناو عليه. المنظاري مش داير 40 ريال، داير واحد الماركه ب 40 ريال هذيك الرقيقه. هذا شحال داير؟ هذا داير 100 ريال. هذا 100 ريال؟ 100 ريال، 5 دراهم الجوده. هذا ديال الورقه الجوده. الجوده داير 100 ريال، كاين ب 70، كاين ب 60، كاين ب 50. ولا مشيتي للسوق دابا ديال السعاده ديال اللي في ميغادور ولا في سوق النموذج اللي في السعاده كيقول لك المنظاري كيقول لك 12 درهم 13 درهم. انا نسيت نشري من عندنا المنظاري ب 140 ريال وباعوا النسابي باعوا ب 340 ريال النسابي. 340 باعوا لهم ب 340 ريال. لا رقيب لا حاسب. ايوا علاش احنا الحمد لله رحنا بلاد الفوضى. بالنسبه لهذاك هذا الكاكي. الكاكي شحال داير؟ الكاكي داير هنا 8 ديال الدراهم المويان وكاين واحد الماركه دايره 10 دراهم. هذيك هذيك نزيد غير نصورها ونزيد لعندك. هذيك دير 10 ديال الدراهم 10 دراهم ونص. هذه 10 دراهم 10 دراهم ونص. الدوزيام ديالها كدير 8 ديال الدراهم 7 دراهم ونص. 8 دراهم 7 دراهم ونص. 7 دراهم ونص هذا هو الثمن ديالها. واخا خويا قول لي سي مصطفى الكاكي الثمن ديالو الكاكي. هذاك الكاكي اللي قلت لك ب 10 ديال الدراهم كيبيعوه ب 20 درهم. وهذاك الكاكي اللي كيبيعوه ب 8 درهم كيبيعوه ب 15 درهم. شري ولا نوض بسير بحال هذا. المواطن مسكين اللي جاي يقهروه كلشي غالي. المواطن عنده كاين اللي كيتشهى شي حاجة كيديها لولادو ولادك كيبقاها غالية كينسحب. ملي ما كيوقع الاكتظاظ في السوق. من الراجل غادي يشري كيلو يديه لولادو كيبقى غالي عليه. شو كيستغنى عليه؟ ما يقدرش يستغنى على اللوبيا والعدس. اما بالنسبه للخضره والديسير خصو يستغنى عليهم بالسيف عليه. لان 3000 درهم الاجير ديال 3000 درهم و 1500 درهم ياكل الديسير حرام عليه. هذا كما كنقولوا ممنوع عليه اكل الفواكه الجوده. سيد صافا دابا انتم هنا في السوق ديال الجمله بزاف الناس اللي كيقولوا انا غير كنتشمش ديك الاسواق كاين اسواق عشوائيه، شنو يمكن تقول لنا على هذا القضيه؟ هذه الاسواق العشوائيه مدبره باش تهرس التجار. الاسواق العشوائيه والسنين وحنا كنهضروا عليها والسنين وحنا كنطلبوا والسنين وحنا كنطلبوا المجلس الاول والثاني والثالث وان شاء الله الرحمن الرحيم حتى اللي جا غنطالبوه وما غتكون حتى نتيجه. الاسواق العشوائيه شنو الدور ديالها؟ هو بحال دابا عوينة الحجاج بافتوح ولا هادي ما كيخلصوش الرسوم من البلديه كياكل لك الماكله هادي وكيرمي الزبل البلديه كتجمعو. فين هو التعشير ديالها؟ وراه السيد المهداوي راه هضر على هاد المسائل هادي كنشكرو انا بزاف واللي كتجي غير على هاد البلاد راه خاص نوضو ونقومو بهاد القطاع هذا خصو يتهيكل شويش سيما ما تهيكلش غتولي تولي شي مسائل قبيحه كاع. واخا ابن عباس قلتي عويت الحجاج مفتوح والناس كيدوروا بالطوموبيلات عندهم الناس عندهم كيشري بيكو بول يشري اكسبريس ويشري دوكير ويبقى يدور عند الخضار كيقولوا شري من عندي العنب شري من عندي المنظار شري من عندي الكاكي شري من عندي هذا شري من عندي ما كيخلص حتى ريال عنده الربح هذاك مباشر. وانت اللي هنا؟ هنا تقطع خلص الخدام وخلص الضريبه وطلع وهبط وخلص من جيبك. إلا عندك شي وليدات خارجين عندك في الخارج يصيفطوا لك المنضة باش تكمل. ما عندكش اجلس مع راسك توفى. ما كاينش شي لجنة كتجي مثلا كتراقب هذا الشيء ولا؟ ملي كانت فرنسا الشريف كانت الشرطة الإدارية كتراقب هذا الشيء بليكيتونس وكان المحتم كتجي من البلدية كيخرج السوبر مارشي اللي كان في لافيل كيخرج كل صباح كيقلب الأثمنة ديال السوق ديال السلع وكينزل فيها واحد التيكي باش يشرب شحال شرا المواطن شحال هذيك كان كيعرف انا بشحال شرات شريتي بواحد الهامش ديال تولوز هو اللي كان شحال هذا الهامش ديال تولوز دابا فين هو ثلاثة فين هو تولوز كيجي كيحيد القلب ديالك كيجي لهنا كيسعيك ويخرج عاوتاني تما يكمل المواطن يحيد له القلب ديالو. دابا على حسب الهضره اللي قلتها سي مصطفى بنادم ولا كيربح ماشي 33% كيربح 330%. اسمع لي غنقول لكم واحد اخر كلام غنقول مع السي علاء
إذا سمعتوا الموبل ديال لوربان كيتباع عرفوا غيشري خضار. والسلام عليكم. الله يبارك فيك تاويد الخير سي مصطفى. متابعينا كما سمعتوا معنا فهذا واحد من الباعة ديال الديسير في سوق الجملة في مدينة فاس، اللي صراحة معطيات صادمة كنسمعوها على هذا الشيء ديال البيع والشراء ديال الديسير. والمواطن فاش كيجي عباد الله يمشي لعند مول الكروسه ولا مول الطبله ويسولوا على الديسير كيخلعوا، كيقول حقا كيلوح لهم هما، كيقول لك ورا الديسير غالي في المارشي، في المارشي الديسير غالي. هانتوما سمعتوا معنا حنا في المارشي وسمعتوا معنا العنب شحال داير، شحال محمد الباب شحال العنب واخا انا نسولك شي مشكل، العنب شحال قلتي لي اخويا؟ 90 ريال باش كنبيعو، 90 ريال 90 حتى 80 حتى 4 دراهم. واخا علاش برا اخويا داير 260 10 دراهم؟ ايوا اخويا داك الشيء النظر ديالهم هما اللي كاين. واخا السلام عليكم. هذاك العنب اللي كيتباع برا 10 دراهم و 12 درهم هذاك راهم كيعزوه في الجزر ده عنقود عنقود. ولكن هنا 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 السيد سي مصطفى قال بان كيجي يشريو من عندكم من هنا ب 6 دراهم و 5 دراهم و 4 دراهم ونص. انا علاش؟ انا السوق ما مجموعش، الناس كتجيب السلعه وتبيعها برا فين ما كان، شي شارع مستعين فيه 6 طوموبيلات و 7 طوموبيلات، كل شارع ما تزدي. هنا السوق قتلوه، ها هو منشور السلعه ما كاينش اللي كيديها منها كاع، ما كيفوتش ما كيفوتش فيها 4 دراهم ونص، 4 دراهم 3 دراهم ونص. دابا يلاه نوريك بجوج دراهم ونص العنب، دابا يلاه نوريك بجوج دراهم ونص ما كاينش اللي يديه منه. واخا خويا الله يديك شي تاويد الخير. اللهم امين. بارك الله فيك. متابعينا سمعتوا معنا جوج دراهم ونص العنب، واخا حنا دابا غير يديه. اجي معايا اجي معايا اجي معايا. واخا خويا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا السوق هذا هاد السوق هذا شنو كان وشنو ولا؟ شحال هادي يا سيدي كنا كنبيعو السلعة، كيجي المراقب، كيجي الأمين، كيجي كيجي الوكيل السوق، في تلقى السوق كتقلب السلعة وعندها واحد التعريفة واحد التيكيت، واحد التيكيت ديالها باش باش كتباع. إلا خلط عليه المراقب على برا كيعطي التيكيت ومعها الطريفة ديالها. أما دابا ما بقاش التيكيتا، ما بقاش المراقبة، ما بقاش الأمين، لا تبيع شراي صغير ولا تبيع شراي صغير الكبير، بقاو كيبيعوا عشوائيين، كل واحد كيبيع باش بغا، كل واحد كيغني باش بغا. حاجة واحدة أخرى، السلعة كانت كتقنن كتباع في سوق واحد، دابا فاس ولاو فيه أربعة ديال الأسواق، سوق هنا في بن سودة، وسوق في عوين حجاج، وسوق في باب فتوح، وسوق بن دباب، كيبيعوا باش بغاو وبكريدي وداك الشيء عشوائي. هذا هو الدافع اللي جعل شكون اللي كيخلص هاد الأتعاب الثقيلة؟ المواطن اللي كيمشي، المستهلك اللي كيمشي ياكل، كيمشي ياكل السلعة ما عندهاش التعريفة ديالها، ومنين جاية ما نعرف، شحال ندوزها ما نعرف. هذا هو الأسباب ديال السوق هذا. هذا الشيء خصو مراقبة، خصو الأمين، خصو المراقب يبقى يجي من البلدية يوميا، خص الوكيل يدور يوميا، خص المدير ديال السوق يدور يوميا، عادي كل هادشي ليه ترتيب. وشكرا شكرا بزاف على التوضيحات. متابعينا كما سمعتوا معنا نتمنوا من الله خير. معاشو اجي معايا معنا واحد معاشو. السلام عليكم. اخويا احنا مضرورين بهاد الموتورات اللي كيدخلوا الناس للسوق، لان ما كاينش شي سوق تيلاك اللي كيدخلوا له الفوضى، كون يجي والله الا الفوضى بالله. وحنا مضرورين معاشو من ضروره اخويا. اليوم قليله ولينا نصوروا 40 درهم بالسيف، الموتور ولا يدخل لنا حتى للسوق يخدم لنا في الكارويات، ويا كان ممنوع يدخل الموتور حتى للكارويات ويخدم. كيدخلوا وكيهزوا بيديهم معاشو مسكين الضر، حنا معاشو ضرنا اخويا، راه حسبي الله ونعم الوكيل. ما بقاش مسكين ولا مول الموتور كيدخل حتى للكار ويدي معاشو مسكين اللي ما عنده موتور ما والو مشى. كي قال لك الاخ راه ولات عندنا الفوضى، انا خص مراقبه اخويا، لا في الاثمنه ولا في هذا، راه السيبه ولات.
السيبه ولات عندنا. هو واحد حاط هنا في اربعه الفياجات في فم الباب، ما عندك حتى مين تدخل. لا الفوضى كان شحال هذه كانت المراقبه، وكان ذاك السي موثق كيطلعوا المراقبين. اليوم ما كاين لا مراقبه لا والو، راه ولات السيبه خويا، راه حنا عندنا السيبه. والله ينصر الملك الله يشافيه. الله يحفظك اخويا، الله يسر عليك. تحيه لكم الى مباشر. مازالين مصطفى معنا في واحد الكلمه. كنشكر الناس اللي خدموا في هذا السوق، الله يرحمهم ويوسع عليهم. كان واحد الدراكي اسمه عبد الرزاق، هو اول من ضبط السوق، وكان في حاله جيده، وكان النظام مستقر، كان النظام اللي فقدناه دابا كيحز في النفس ديالنا. والله يجعل ربي يسهل علينا في شي واحد بحال داك السيد هذاك اللي ضبط الامور، وتكون ودخل الوزاره الداخليه للسوق، وتكون عندها الصفه الضبطيه باش تحكم في المسائل، وتكون واحد النظام جديد ل 2025. حنا مستقبل ان شاء الله في هذا السنين القادمه مستقبلين ناس اجانب ما يمشيوش يديو علينا واحد الصوره خايبه، يديو واحد الصوره مزيانه. ولهذا كنطالبوا باصلاح هذه المدينه وهذا القطاع على الاساس، لانه قطاع حيوي، قطاع حساس، قطاع منفعي للمواطن. هو اللي هز واحد الشريحه من البشر اللي ما تقدرش تحملها تهزات الدوله. شريحه ان هذا المارشي هز الامي، هز اليتيم، هز الفقير، هز بزاف ديال واحد القطاعات اللي ما نقدرش نقولهم. كاع الناس اللي خارجين من الاصلاحيه ما كيبقى ما يدير، كيجي لاكري. انسان ما تسالت به الوقت كيجي لاكري. المراه مسمح فيها الراجل كتجي لاكري. الراجل مات له، الراجل مات، المراه مات لها الراجل، كتجري تشري غير قصبور معدنوس وكتساقط منه. هذا راه قطاع حيوي حساس. كنطلبوا من الناس وكنطلبوا من السلطات تنظر لهذا الجانب هذا وهذا القطاع. وشكرا، ونتمنى التوفيق، ونكون تكون هذا الاذن صاغيه لهذا النداء هذا. وشكرا. شكرا سي مصطفى، تحيه لكم الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله.